مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة. وهاليوم مثل ما تشوفون الخضرة قدامكم، يعني تنطيكم اسم الوصفة. اليوم أنا كنت بسوق الأتراك وكانت قدامي هاي الخضرة الحلوة الجميلة وبشكلها النظيف المرتب. اشتهيت مرق الشبزي أو السبزي، وهي أكلة مشهورة بجنوب العراق. طبعا أصلها إيراني واسمها معنى الخضار أو الخضرة باللغة الإيرانية سبزي، فبالعراق يسموها شبزي أو سبزي. هاي الأكلة كلش مشهورة بالمدن الجنوبية، البصرة، نجف، كربلاء، عمارة، هاي المدن الجنوبية. فأكلة كلش لذيذة وجدا بها قيمة الفيتامينات والمعادن كلش عالية، حتى لو راح نفقد البعض منها لكن تظل قيمة المعادن والألياف اللي بها جدا عالية. طبعا هنا عندي هاي الآلة مال اللي يسموها الآلة مالت السبزي. طبعا موادها واضحة قدامكم، هي عبارة عن السبانغ والسلق والشبنت أو الدل والكزبرة الخضراء والبقدونس أو المعدنوس الأخضر والكراث الأخضر. أنا هنا مستعملة مكان البصل الأخضر لأما عدنا، وأكيد الحلبة الخضراء أيضا ما متوفرة عدنا، فأنا عوضتها بالحلبة الصفراء الحب المطحونة، لكن إذا وجدت الحلبة الخضراء بعد أطيب وأطيب وأطيب. هاي هنا من جديد الصور الخضار الحلوة قدامكم، مثل ما قلنا الكزبرة والشبنت والبقدونس والكراث، مكان استعملنا البصل، وهنا بعد ما غسلناها كلها ونظفناها راح نبدي نسرمها كلها بشكل ناعم. هنا بعد ما قصينا الأعواد وغسلناها ونظفناها راح نسرمها. أكلة غنية بالفيتامينات، غنية بالمعادن، صح أثناء الطبخ راح تفقد جزء من المعادن الفيتامينات، لكن راح يفقد جزء آخر راح يفيدنا. هنا اللحم، لأن أنا يعني وقت متأخر هالساعة 2 وأنا دا أطبخ اللحم، خليته بقدر الضغط على إنه. طبعا هنا أول شي لازم نسرم كل الخضار اللي عندنا، نسرم السبيناغ والسلق أو السبزي والسلق بهذا الشكل، يعني تقريبا متوسط، له ناعم وله خشن. بعدين هنا ثرمت الكزبرة والبقدونس والشبنت كلهم بشكل ناعم، وأيضا ثرمت البصل الأخضر. وكلها هاي المواد أول شي راح أحمص البصل يعني عادي، وبعدين اضيف عليه مثل ما تشوفون هنا ضفت، لان الفيديو ما واضح، ضفت السبيناغ واظل اقلب به واضيف باقي السبيناغ اللي مثروم واضيف باقي الخضره. بهذا الشكل اصدقائي راح استمر بتقليب هاي الخضره كلها واحمسها الى ان تذبل وتذب كل المي الموجود بيها وينشف ميها. وراح تلاحظون يعني هي اهلنا لما يطبخوها يظلون يحمسون تقريب 2 هما بس يقلبون بالخضار الى ان يتغير لونها ويصير لونها غامق. لكن انا اريد اطبخها بطريقة صحية بحيث اريد بعد يظل بيها معادن والياف فما خليت لونها يغمق يعني اكثر ولا حمستها كلش هوايه. وهنا عندي هذا اللحم، طبعا انا طبخته على بقدر الضغط مع اللوبيا، لان يعني طبخ الطريقة اسرع لان انا مستعجله عليه وما كان عندي وقت. فهنا اذا انتم تحبون طبخوا على نار بقدر عادي، وبعدين تاخذون اللحم تحمسوه ويا البصل، وبعدين تضيفون عليه الشبزي او الخضره، يكون يعني ينطيكم بعد طعم ألذ واطيب. لكن انا هنا كنت مستعجله فلذلك تشوفون هنا ذب كل المي مالته مثل ما تشوفون اصدقائي، وبدا ينشف عندي السبانخ، بدا لونه شويه يتغير، انا ما اريد لونه كل الشغامة،
انا اريد بعد بيت الخضار الحلو، لذلك هنا يبدي شوي شكل مي، راح اضيف له هو اللحم. طبعا الطبيعي في الحال هم يحمسوه كثير فيفقد هواي من المواد الصحية المتوفرة فيه. فهنا عندي انا استعملت هذا النوع من الحلبة. طبعا انا لان ما عندي قلنا حلبة خضراء او حلبة مجففة خضراء، عندي هاي الحلبة الصفراء، فراح اضيفها ايضا يعني تنطيني شوية طعم ونكهة الحلبة، لكن يفضل اذا متوفرة الخضراء يطلع بعد اطيب واطيب. هنا هذه شوفتكم الورقة الموجودة هنا بألمانيا نوع الحلبة اللي استعملها. فهنا راح اضيف الحلبة، هنا ضفت لها ملعقتين كوب حلبة. طبعا هاي الحلبة المجففة المطحونة ما يصير واحد يضيف كمية اكبر لان تمرمر بالطبخ، يتحول طعمها الطبخة الى شوية مرار بي. فهنا راح اظلني احمس مثل ما دا اقول بالخضرة، مع انه انا ما حمستها هواي، راح تشوفون لونها بعد بي خضار. وهنا ضفت لها اللوبيا واللحم ومرق اللحم، لان انا اريد بعد تظل بها فوائد. يعني اذا واحد كلش حرق او حمس الخضرة راح تروح فوائدها. وهسه راح اضيف لها النوم الاسود او النوم البصرة او اللومي المطحون. ممكن تضيفون نومي صحيح، ممكن تضيفون مطحون، ينطيها شوية طعم حموضة. انا هنا ضفت لها تقريبا 3 ملاعق اكل، وعصرت عليها هنا ليمونة حامضة، عصرت ليمونة حامضة كاملة وخليتها فوق المرق، وتركتها يعني على نار متوسطة، لا عالية ولا هادية، إلى أن مثل ما تشوفون اتطتني هاي اليخني أو هذه المرقة المتوسطة السماكة، لا هي سميكة كلش ولا هي خفيفة، برائحتها بنكهتها بنكهة الخضار لذيذة جدا شهية. العراقيين بس اعتقد والايرانيين يحبوها ويعرفون طعمها كلش زين. طبعا بعض الناس يحبون يضيفوا لها معجون الطماطة، انا بالنسبة لي ما احبها بمعجون الطماطة، احبها خضرة بس. اضيف لها النوم البصرة وحامض الليمون وملح، بعض الناس يحبون يضيفوا لها كركم كاري بهارات اخرى، انا ما اضيف لها، كل واحد إلى طريقته وكل واحد إلى يعني طبخته واللي يحب يطبخها النكهة اللي يحبها. وكلكم خير وبركة، وأكيد كلكم تطبخون أطيب وأطيب من هاي الطبخة. يعني بهالشكل قدمتها ويا الخضرة طبعا ويا التمن الأبيض. وأقول لكم أتمنى أن يكون عجبكم الطبخة لهاليوم، مشاهدة ممتعة، لا تنسون الاشتراك، تفعيل الجرس، وترك تعليق حلو أو كومنتار منكم ولايك من إيدكم الحلوة. وشكرا لكم أحبتي.